كل التحيات لكم بموعدنا الجديد ودائما عبر مشاكل واحد الاول من تلفزيون لبنان. اطلالتنا رح تكون الساعه 11:30 معكم من لبنان الى كل العالم عبر كل محطاتنا الارضيه والفضائيه. على ايقاع الدعوه للاضراب العام، على ايقاع تمنع بعض المصارف عن اعطاء المودعين مصرياتهم، يعني كثير من الامور تتصاعد بهذه المرحله. واقع العلاقه بين المصارف من الناحيه القانونيه مع المودعين، ليش سيعلن اضراب عام؟ ان شاء الله ما نوصل له ابدا لموظفي المصارف. كل هذه الامور وتداعياتها رح نحكي عنها مع ضيفنا المحامي شادي راشد عن العلاقه القانونيه مع المصارف اللبنانيه وما اكثر الاسئله بهذه المرحله. استاذ اهلا وسهلا فيك. بونجور استاذ نقولا، بونجور للمستمعين كلهم. نعم، يخلي لي اياك يعني. وباللقاء رح يكون معنا اتصال رئيس نيابه موظفي المصارف في لبنان اسد خوري لنستوضحوا عن سبب الاضراب. ولكن سيدي بدي ابدا معك لحتى نقول، في كثير من الدعاوى رفعت ضد مصارف بحجه انه حاجزين لنا اموالنا، ما عم يعطونا اللي بدنا اياه بصيدا بالنبطيه. صباح اليوم الكل بيعرف انه احرق احد المصارف بالمتن الاعلى، هو بنك بيبلوس فرع منه. كثير امور عم بتصير بالحمرة، كمان دخلوا على بنك البي ال سي. يعني هذه المعطيات كيف ممكن بالقانون نواجهها، ومين محق ومين غلطان هون؟ صح، اللي صاير اليوم انه المصارف ما عم تعطي سيوله للمصريات المودعين، والمودع له حق يطالب، وهيدا طلب محق بكل نعم. الكلمه من معنى. هلا ليه وصلنا لهون؟ ما هي الشغله مثل ما بقولوا فقع البالون. نعم. الشغله بلشت من زمان، وهلا العالم ما لازم تتفاجأ، لانه الشغله كانت الى مثل كرونولوجي. رح بس وضح للمستمعين كيف صارت الشغله. نعم. وليه صارت. انت وقت تحط مصرياتك بالبنك، نعم، ادخارك، البنك بيوظف المصريات، وعلى توظيف المصريات البنك بيعطيك انت فوائد. هلا اللي صار انه البنك مين عم يوظف المصريات؟ مع الدولة اللبنانية. نعم. طلب منه مصرف لبنان، بتدين الدولة اللبنانية، بدينها البنك وبتعطيه الدولة الفوائد. نعم. هلا شو صار؟ الدولة اللبنانية بعجز كامل. يعني كيف بتسكر عجز الدولة اللبنانية؟ بترجع بتدين. نعم. ومين بيرجع بدينها؟ هالبنوك. نعم. البنوك منين بتدينها؟ من الادخارات تبع المودعين تبعها. هلا اللي كان صاير، كيف كنا نغطي هالشغله؟ كان يتدفق مصاري من برا. نعم. كان يتدفق مصاري من الخليج، يتدفق مصاري من افريقيا. نعم. مع الازمه الاقتصاديه بالخليج يغطي شيء يعني؟ يغطي شيء. نعم. نقدر يفوت 6-7 مليارات بالسنه. نعم. نقدر نرجع نعمل جدول لهالدين تبع الدوله. اوكي. اللي صار اخر سنتين ثلاثه وقف النمو، وقف تدفق المصاري من برا، المصاري الدوله بعدها عم تتدين، ما عادش في مصاري ندينها. هي اللي صار، ما في سيوله. طب برايك يعني هذه يعني التحركات يعني اللي عم بتصير بالمصارف بالقانون، يعني وقت اللي بنقول نحن رفعنا دعوى على مصرف، يعني وقضاء العجلي بيقولوا كثير عاجقه عنده، مزبوط؟ مزبوط. هلا اللي صار التدفق المودعين على المصارف. طب بيجي انا عندي مصاري بالبنك، بيجي البنك نعم. بيقول لي ما في اعطيك اياهم. نعم. طب اي حق ما بتعطيني اياهم؟ لك حق ما تعطيني اياهم وقت يكون الحساب اشيانس، يعني على مده معينه مجمد. ما بيعطيك. بس اذا اجى الحساب على الاشيانس، البنك لازم يعطيك مصرياتك. نعم. تجي انت لتاخذهم بقول لك لا ما بعطيك، تاخذ جمعيتك بالجمعه بتاخذ 200 او 300 دولار. نعم. طيب انا اللي حق مصرياتي، وين بده يلتجئ المودع؟ للقضاء. للقضاء. هلا شو عم بيصير؟ في كثير راحوا على القضاء العجلي. ليه العجلي؟ سببين. اول شيء نعم. سريع القرار بيطلع اسرع. نعم. وثاني شيء رسمه مقطوع، يعني المحامين عرفت وين راحت، لانه نعم. اذا بدها تروح على المحاكم التجاريه الرسم نسبي، بس على القضاء العجلي رسم مقطوع، دونك ما بيدفع كثير مصاري وبيروح على الدعوه. بس مشان هيك ولا لحتى أسرع. يكون القرار سريع كمان. هلا اللي صار طلع اول حكم بالنبطيه. نعم. الزم المصرف انه يكون الزم المصرف. هلا ليه معه حق الحكم وما معه حق؟ نعم. بيجي بحكي عن القضية بحد ذاتها هيدا. في واحد حاطط 120 ألف يورو. نعم. بيقول له للمصرف ادفع لي اياهم. نعم. المصرف ما معه سيولة 120 ألف. بهالحالة شو بيعمل؟ المصرف بيقول له هيدا شيك بنكير. نعم. تفضل خذه. راح قال ما بدي شيك بنكير هيدا المودع.
اوكي، راح على قضاء العجله، اجى قضاء العجله الزم المصرف يدفع له اياهم نعم كاش. طيب هون عندنا علامه استفهام. نحن بنعتبر القضاء انه الشيك البنكير هو وسيله دفع، بقى اذا المصرف عطاه شيك بنكير للمودع كانه دفع له. بقى هون القضاء العجلي في علامه استفهام اذا بقول له تعال ادفع كاش. نعم. رح نعرف انه بكل بلاد العالم لو ما في ازمه سيوله، نعم، اذا رحت على البنك قلت له هات مليون دولار كاش، شو بنعمل؟ ما بيقدر يعطيك اياه. ما بيقدر يعني. بيعطيك شيك بنكير. نعم. هيدي الشغله، هيدا القرار يطعن به. يعني من الناحيه القانونيه نعم، هلا بعد ما في اجتهادات بهال، يعني صرنا بعدنا باول المحاكم، بتطلع استئناف وتمييز لمحكمه التمييز تعطي اجتهاد بهالموضوع. اوكي. رح تابع معك بس بدي اخذ اتصال اذا بتسمح لي. صار حاضر معنا اسد خوري رئيس نيابه موظفي المصارف في لبنان. الو الو، نقطع الخط، نقطع الخط، بنرجع نتابع معك، بنرجع نتابع لحتى يرجع يتامن الاتصال. تفضل. رح ارجع عيد. نعم. البنك بيقول لك هيدا شيك مصرفي، هو بيعتبر من القضاء، هو بسكر دين. نعم. يعني اذا انا عندي ملف بالمحكمه وعلي دين، اذا قدمت شيك بنكير كانه سكرت الدين. بس اليوم ما عم ينقبض، يعني ما بيتحول لكيد بين ايديك، يعني ما بيتحمل، يعني ما هو بس وسيله. نعم. دفع. هيدي المصرف. نعم. بيغطي حاله بهالشغله. نعم. هلا وين المصرف ما فيه يغطي حاله؟ وين؟ إذا طلبت من المصرف يحول لي مصاري لبيض، ما بيمشي الحال ولا بيمشي؟ بيجي البنك بيقول لك لا. طيب ما بقدر. وين في قانون بيقول لا؟ وين في تعميم من مصرف لبنان خطي بيقول لك لا؟ هون البنك عليه مسؤولية، بيقولوا لايبيليتي على البنك. ليه؟ لأنه ما في قانون يحميه للبنك، وما في حتى تعميم خطي من مصرف. نعم. لبنان هالشغلة. اوكي. صار حاضر الاتصال إذا بتسمح. أيوه. لي بيترا. ألو ألو الو، مرحبا. بدي احييك نائب عبر مشاكل واحد حلول من تلفزيون لبنان مع ضيفنا المحامي شادي راشد. الله يحفظك، الله يحفظك لك ولضيفك. شكرا لك. يعني بدك تسمح لي نائب، التهديد بالاضرار العام يعني من قبلكم لحين عوده الاستقرار والهدوء لفروع المصارف على مساحه الوطن، كيف ممكن نحن ننطر انه رح يتحقق اللي انتم بدكم اياه وما نقول انه فعلا نحن هذه مقدمه نحو اضراب عام؟ خليني اقول شغله، نحن مش حبا بالاضراب يا فج، او انه نعم، رغبه او انه خدمه لاحد مثل. نعم. ما كثير عم بيكبوا كلام. يعني حتى حريق البنك اليوم، يعني بالاذن منك، حتى الحريق اللي صار بالبنك اليوم قال هو مقدم، يدون سيناريو معمول لحتى تاخذ يعني النقابه قرار بالاضراب بصراحه. لا خليني اقول، خليني اللي عم نعمله، اولا نحن بدنا ما فينا بقى نكون مكسر عصا بين المودع والزبون يلي نحن بنحترم للاخر، وبين قرارات الاداره. لا. يعني نحن صرنا بين قرارات الاداره، بين ستين قرارات الاداره وبين مطرقة الزبون عم ناكلها، كف من هون وكف من هون، كرامتنا عم تنداس، يعني اخواتنا عم تنسب، امتنا عم تنسب. لا. فراعات الفروع عم ببين، عم بيرجعوا علينا. قصي عم بي يعني اللي عم بيصير مش معقول. يعني نحن اذا بدنا نعلن اولا، بتوجه لكل الزباين ولكل اللي عم بيسمع انه نحن اللي بدنا نعمله رح نعمله بوجه الكل، بوجه الكل لسلامه الموظف وكرامه الموظف يلي هو كان بخدمه المؤسسه المصرفيه اجيال واجيال. نائب اذا بتسمح لي، يعني اذا بتسمح لي نتحول انه نائب اذا بتسمح لي كان لافت نائب عصا لحدا. نائب اذا بتسمح لي قلنا اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره، طيب خلصنا بقى والعمليات مبرمجه يا حاج، خلصنا بقى. ما عم تسمعني نائب؟ بقرا مضبوط نحن. ما بيسمعني انت شباب؟ نائب عم تسمعني؟ على عم تسمعني يعني اللافت كان ببيانكم قلتوا انتم من واجب الدوله ان تحميكم ممن يدعون انهم ثوار على الفساد وهدر المال العام. يعني بكل صراحه البعض قال انه يعني عليتوا السقف بهذه العباره، ولكن ناس قالوا تانيين وصفتوا الواقع والامر مثل ما هو. من مين انتم بدكم حمايه بصراحه نائب؟ خلينا نقول اذا الدوله، نحن ويننا ببلد بلبنان صح؟ بدولة، إذا الدولة ما بدها تحمينا نعم، يعني شو نعمل نحن أمن خاص ونحمي حالنا؟ ما ناويين نعمل بالإذن
ما ناويين نعمل امن خاص ونحمي حالنا، ولا ناويين انه نحن نفوت بمشاكل ومعارك بيننا وبين حدا. بهيك حالة اذا الادارات ما عرفت كيف بدها هي تتصرف، والدولة اللبنانية ما عرفت كيف بدها تحمي، نحن بيكون بموقع اخر، وهذا اللي بيحتم علينا انه ناخذ الاجراء المناسب تنحمي ناسنا وموظفينا بعلو القطاع المصري. انت ممكن نعرف اذا في اضراب او لا؟ انت ممكن نعرف اذا في اضراب او لا بعد البيان والتهديد؟ لا لا، خلينا نقول عملية الاضراب عملية، يعني نحن حكينا بس سمكت ولا بلون اختباري؟ حاج نحن حكينا بالاضراب انه اذا نحن ما قدرنا توصلنا. نحن اليوم خليني اقول واعلن عنه، عندنا اجتماع مع معالي الوزير ريا الحسن وزيرة الداخلية، نعم، وعندنا كمان اجتماع مع اللواء عثمان، رئيس الاتحاد جورج حاج اخذ الموعد بالتوافق مع الاتحاد مع مجلس الاتحاد، وممكن يكون في اعضاء من الجمعية معنا بحبوا يكونوا مثل ما بيريدوا، نعم. ولكن نحن رايحين تنقول انه نحن بوضعية امنية معينة، قادرين تعملوا شيء ولا ما قادرين تعملوا شيء؟ نعم. وجمعية المصارف راح يكون في كلام مع قادرين تعملوا شيء ولا ما قادرين تعملوا شيء؟ طيب اذا هن ما قادرين يعملوا شيء، نحن بنضل بوجه، يعني نحن بوجه السواد، نحن السواد نحن جزء منهم يا حاج. نعم. نحن ميننا، نحن شو معاش الموظف عندنا؟ ومعلش خليني اقول شغله، نعم. انه في بعض العبارات اللي عم تطلع، يعني من انه نحن 25 الف عائله عم تعتاش من القطاع المصرفي، نعم. مش من شان انه ينضرب القطاع وتنضرب 25 الف عائله، واذا على كل عائله عندها اربع اشخاص هذا 100 الف زلمه يعني تعثروا بالبلد. يعني لما ان شاء الله كل هالمعطيات نتعرف عليها اكثر بعد اجتماعكم مع معالي وزيره الداخليه وكل اللي بدكم تزورون. انا بدي اشكرك واقول لك اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. خليلي. شكرا يا سيدي. شكرا ماتر. بنرجع لعندك، يعني اليوم نحن عم نحكي بالقانون، يعني هذه الهواجس اللي عبر عنها اليوم نائب رئيس نقابة موظفين المصارف. القصة بدك ما تلومهم، نعم، في بانيك بالبلد، في هالمودع خايف على مصرياته ورايح يسحب مصرياته، بيجي البنك شغلتين بيقول له بس عم بيطمننا مصرف لبنان. قد ايه له بيطمنك مصرف لبنان؟ خلينا هيدي نحكي فيها بعدين. بيجي المودع بده يسحب 200 دولار لأن البنك ما عم بيعطيه إلا 200 دولار، نعم. بيعطيه رقم 350، بده ينطر قد ايه يعني 350 رقمه؟ نص نهار. أي نص نهار؟ أيام ما هيدا بيوصل أيام على الجيشية بيقولوا له خلصوا السيولة. نعم. طيب هيدا بيعمل بانيك، هلا وين المشكلة؟ مين بوز المدفع؟ نعم. هالموظفين. نعم. المسؤولية مش الموظفين. بس هذا الشو المشحون، نعم. النائب عم بيحكي مظبوط، القصة صارت أمنية، يعني بين المودع والموظف القصة صارت أمنية، بطلت مالية. طب إذا بتسمح لي، يعني قرأت شيء بجريدة الشرق الأوسط، يعني هو محوره أنه أصابع الاتهام موجهة إلى بعض المحامين بإغراء المودعين، تشجيعهم تفضلوا روحوا اصحابوا مصرياتكم لحتى نحن نقدر نأمن لكم إياها بواسطة قراء قاضي العجلة. القرار يعني اللي كتير عم ينحكى فيه، وهيك بتكونوا انتوا ريحتوا حالكم من النطرة اللي انت قلتها هلأ، من روح نهار واثنين وثلاثة كرمال 200 دولار. مزبوط اليوم المحامي عم يتحمل مسؤولية ولا هذه الاتهامات باطلة غير دقيقة؟ بدي اوضح الامر. تفضل. المسؤولية مش الموظف، المسؤولية على اصحاب المصارف اللي هي دينت الدولة، وهيدي كان استثمار خاطئ. نعم. طيب هلا انا مودع، وين بدي احصل حقي؟ بدي اروح على القضاء. نعم. بيجي بيقول له للمحامي، بيقول له المحامي هون معك حق هون ما معك حق، هودي مصاري ليه؟ نعم. المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعه مبلغا من النقود يصبح مالكا له، ويجب عليه ان يرده بقيمه تعادله واحده عند اول طلب، يعني يعد الدفعات عند اول طلب. نعم. للمودع بذلك. نعم. الوديعة شو يعني الوديعة؟ يعني المصرف مؤتمن على هالمصريات، وقت يطالب فيها المودع مجبور المصرف يرد له اياهم. المصرف ما عم بيرد له اياهم، وين بيلتجي؟ للقضاء. هلا المصارف، انا محامي مصارف، عندها وسيله دفاع هي تاع باتشيك بانكر، هيدي
المصارف هيك عم تعمل. هلا بغير حالات بنقول انه في ناس فاتوا على بنوك وقبضوا مصرياتهم كاش وظهروا، كان في سيوله بالبنك، كان في بعد سيوله. نعم. بالبنك. هلا يعني هذه الحاله هي قانونيه هيدي ولا بيقدر المصرف يدعي عليهم انه يعني بهذه التصرفات حصلوا على مصرياتهم؟ لا، ما حصلوا على كل مصريات. نعم. اذا انا عندي 100,000 دولار والبنك اعطاني 2000 اما 10,000 دولار انا بدي اياهم، عندي الاستحقاق اللي اسحبهم كلهم. نعم. مصرف شو صاير هلا عم بيطلع وين جزء المدفع للموظفين؟ طب اليوم المحامي قد ايه بيتحمل مسؤوليه؟ يعني عم بيشجع الناس انه تفضلوا اطلبوا مصرياتكم. المحامي اذا التجا لعنده المودع بده يقول له هلا نحن بنعرف مسبقا انه رح اقولها بس بعد ما في اجتهاد. نعم. انه له حق البنك غلطان في حال طلب المودع يتحول له مصاري لبرا، لانه لا البنك مغطى حاله ولا في تشريع بهالشغله. نعم. وما حدا جاي عمله كابيتال كنترول بس ما في قرار فيه، مش معلن، يعني مش معلن، ما في شيء قانوني مغطيه. للناس اللي عم بيسمعونا، الكابيتال كنترول شو قصد فيها؟ كابيتال كنترول يعني المصاري المودعه بالبنك ممنوع تظهر برا البلد. يعني برايك في حمله كمان انعملت، حمله لي وطني وزعت منشورات على المودعين تتقله للمودع هيدي هي حقوقك واذا البنك ما اعطاك تفضل تراسل معنا لحتى نحن نقدر نساعدك. اليوم حمله يعني لي وطني او غيرها، يعني المودع شو له حق وشو عليه واجبات تجاه المصرف بهذه المرحله كرجل قانون؟ بهمني اعرف. هلا ليه الدعاوى عم تتقدم؟ نعم. هلا انا اجيني كذا كلها بتنقبل؟ كل اكيد كلها بتنقبل. هلا انا بس قلت لي في الحلقه، نعم، نزلت على المحكمة التجارية ببيروت. نعم. بدي اشوف الوضع، عم بيقول لي رئيس القلم يعني اللي بيقدم عنده مسجل. قال ما عم نلحق دعاوى. هلا هالدعاوى شو بتعمل؟ كلها قضاء عجلي؟ لا، محاكم تجارية. تجارية. لأنه قضاء العجلي عم بيرد وعم بيقبل. بعد ما في اشتراك. بأي حالة بيرد؟ وبأي حالة بيقبل؟ إذا القضاء العجلي في قضاة، إذا إجا البنك قال هذا شيك بنكير، هذا بمثابة تسديد لهيدا. والقضاء العجلي، اما القضاء العجلي كيف بيطلع منه؟ قاضي العجلي اللي ما بده يحكم، اما مقلقز بالملف بقول في تعارض استنسابي سعيدي ولا القانون موحد؟ لا، بقول في تعارض للاساس. نعم. قضاء العجلي بيحكم على ظاهر الوضع. شو تعارض للاساس يعني؟ يعني بقول القضاء العجلي الماده بتقول ازاله التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعه، وفي حال يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي. هلا ايام بيكون الملف في نزاع جدي على الدين. نعم. القاضي العجلي بيقول روحوا على محكمه الاساس، محكمه الاساس هي المحكمه التجاريه. اوكي. مشان هيك صار في التجاء للمحكمه التجاريه. هلا هود الدعوة بمعزل عن انه بيرد المصريات اما لا بالبدن منظور. نعم. هيدا ضغط على المصارف. وهالضغط على المصارف بيؤدي انه جمعيه المصارف ومصرف لبنان وهالدوله اللبنانيه اللي ما عم بيتحركوا لهم 60 نهار. نعم. يعملوا شيء لهالعالم. شو بينعمل؟ شو بينعمل؟ يعملوا شيء، هذا بدنا نعرف شو بينعمل. هذا كله مناط بالحالة اللي بدك حكومة. نعم. وهالحكومة بدها تطلع وتشرع. وهالحكومة وقتها بدها تطلع بدها تطمن العالم، ما هو رش يعني. هلا ناطرين نحن الحكومة تشرع ولا عندنا قانون؟ لا لا لا. بموجبه بدنا نحن نتحرك. في كتلة نقدية. نعم. هالكتلة النقدية عم بيجربوا يحافظوا عليها. نعم. لأنه الدولة اللبنانية عندها استحقاقات. والاستحقاقات بال 2020 بين 15 مليار دولار و 20 مليار دولار، اذا ما تامنوا من مصرف لبنان اما من المصارف الدوله شو بتعلن افلاسها. وقت تعلن افلاسها الدوله يعني ما تقدر تدفع الديون تبعها. نعم. شو بصير؟ انت انا دينتك وانت اعلن افلاسك، يعني انا مصرياتي راح. هون المصيبه، مصريات البنك راحوا، يعني مصريات مين؟ المودع. هيدي المشكلة. طب اليوم وقت اللي بتقلي انه بالمحكمة التجارية في حل، في حل ايه بالمحكمة التجارية مصرف لبنان طلب من المصارف. نعم. تعمل زيادة رأس المال. شو يعني زيادة رأس المال؟ يعني بجيبوا مصاري جديدة وبحطوا وبضخوها مليارين بمليارين طلب 10% طلب. نعم. شو يعني؟ يعني أصحاب المصارف اللي هن من 10-20 سنة عملوا ثروات. نعم. جيبوا مصرياتكم اللي هن ظهرون لبرا، جاوا جي هون اللعبه، جاوا جيبوا المصريات من برا ضخون بالسوق. نعم. بترتاح، بترتاح، بيرجع سيوله. طب اليوم ماتر اذا بتسمح لي كرجل قانون،
قديش بتأثر هذه الدعاوى اللي قلت لي كثيرة بالمحكمة التجارية وعند قضاء العجلي على سمعة المصارف وسمعة لبنان؟ شو لكن بصراحة. هو ليه المصرف وقت تعمل بريشر عليه بدي المصاري بهوقك أما بيعطي ناس لحتى ما تقدم هالدعاوى عليه؟ لأنه إذا قدم الدعاوى عليه المصرف عنده يدفع المصريات مع فوائدها مع العطل والضرر إلى ما لهم بعدين فيها تفلس المصارف بدعاوى إفلاسية. نعم متوقف عن الدفع المصرف اذا ما دفع لك. اوكي متوقف عنها بده يثبت ملائته اذا المصرف ما دفع يعني ما اثبت ملائته فلس. طيب صاحب البنك يما اصحاب البنك شو بدهم يعمل؟ شو بيعملوا هون؟ لازم يجيبوا المصريات تبعهم ويضخوا يعملوا اوغمونتاسيون دو كابيتال زياده الاسماك اللي ما عم بيعملوها طلب المصرف المركزي يعملوها كم بنك ده قالوا في بنكين رح يعملها نعم وبعد ما عملوها. طب لحد اليوم نحن الدعاوى اللي تقدمت قديش انحكم لصالح المودع فيها؟ المحاكم بدها وقت وهلا صار في هلا تقدموا الدعاوى ما بيطلع بشهر وشهرين. بحق له يستأنف المصرف هون؟ شو لك؟ بحق له بداية استئناف تمييز هلا ليه راحوا على القضاء العجلي؟ لأنه القرار بيتاخد بجمعة جمعتين ثلاثة. هلا كمين يمكن المصرف من الاستئناف حتى قضاء العجلة؟ ايه قضاء العجلة بس الاستئناف لا يوقف التنفيذ بالعجلة. نعم. الا اذا محكمة الاستئناف قالت في وقف تنفيذ بس اذا استأنف المصرف بالقضاء العجلة يعتبر الحكم القضاء القاضي العجلة بالبداية نافذ لانه اليوم المصارف كلهم عندهم فكرة انه حماية المصارف هي جزء اساسي من حماية الدولة ومصالحها مثل ما فضلت وقلت. بدنا ما ننسى المسؤولية تعود للمنظومة السياسية. نعم. المنظومة المالية اللي اجت على البلد من 10-20 سنة كانوا عم يكذبوا على العالم تك. واصحاب المصارف عارفين انه عم بدينوا دولة عم بتفلس بس ليه؟ لانه لا با دو جان يعني الربح اللي بدهم اياه 10-20% فوائد وصلت الفوائد بالزمان لل 40% بالتسعينات. طيب تعوا هلا قد ما ربحتوا مصاري معلش نعم اذا بدنا نعمل هيركات ما نعملها من المودعين نعمل الهيركات من رساميل تبعكم. نعم. طيب اللي صاير هلا انه انا بدي احول مصاري يا اخي بدي احول مصاري لبرا لابني يما لاولادي عم بيقولوا انه عم بيحولوا بهذه الحاله في مصارف عم بتحول وفي مصارف ما عم بتحول وين المشكله بتحول ليش الاستنسابيه ليش كل واحد على ذوقه عم يطبق القانون وين المشكله؟ نحن اقتصادنا نعم منجيب ماتير بريمير من برا مواد اوليه حتى لو عندي صناعه بتصدر عندي بدي اجيب المواد الاوليه من برا مزبوط البنك ما بيفتح لي اعتمادات من مصرياتي هيدي المشكله الكبيره ما عاد فينا نتعامل مع برا خلص وقف البلد وقف البلد انت صناعي يا اخي صناعي بدي استورد مواد اوليه لانتج اذا نتجت برجع بصدر ما في افتح اعتماد ما في اعمل ترانسفير مشكله كبيره. طب اليوم بالقانون انتم على شو بتستندوا عندما يعني بيجيكم مودع بيقول لك انه انا بدي ارفع دعوى على مصرف عندي 1-2-3 بالقانون النقد والتسليف نعم الماده 307 بعمليه المصارف تجيز وديعه مسؤول عنها المصرف عند استحقاقها مجبور يردها ما ردها مسؤول. البعض بيقول انه وقت اللي بتحط مصاري بالبنك يعني من العقود يلي بدك من الاوراق يلي بدك تمضيها في بند من البنود بيسمح للبنك انه يحتفظ بالمبلغ يلي انت حاطه عنده في حاله من الحالات مزبوط ولا لا؟ لا مش مزبوط مش صحيح بيحتفظ بالمصاري اذا انت مجمده نعم بس على تاريخ استحقاقها ملزم يدفعها كامله نعم اللي هي ما عم يعملها. طب وبعدين في مرحله من المراحل عم نحكي فيها انه اذا يعني مودع بده يسحب 100-200 او 300 في مصارف عم تاخذ 3 دولار هيدي المصارف تاخذ على الشيكات نعم. بتاخذ على هيدا هيدي منظومه عملتها المصارف لتعمل مصاري هيدي من زمان نعم. مش شيء هلا بتزيدها لانه بقول لك انا عم بامن لك دولار عم بضحك جميله بيزيد البرسنتج. طب بهالحال اليوم من خلال يعني القراءه القانونيه لهذا الوضع برأيك كيف رح تنتهي هذه المسيرة في ظل الدعاوى القائمة وضع المصارف ووضع الدولار اليوم؟ الحل منه قانوني هون نعم. القانون الدعاوى بتأدي للضغط على المصارف شو بدها تعمل؟ قلنا لك الحل نعم. الآتي هلأ المصارف تعمل زيادة رأس مال هيدا الحل لهيدا الحل نعم. بهيدا بالمدى القريب الحل بالمدى المتوسط والبعيد شو هو؟ طب الناس اللي عم يسمعونا لا تخفف البانيك يعني نعم. تريح العالم
الناس اللي عم يسمعونا انا بهمني من خلالك انت طمنهم انه مصرياتهم بالبنوكي رح تروح؟ بالمدى المنظور لا ما رح تروح. بالمدى المنظور خوفتنا لا يعني. لا لك ليه؟ لا الابعد من المنظور ايه؟ ايه لانه اذا كملنا هيك إيه؟ بس قلت لك رح لك ليه نعم. معقول ترتاح اذا صار في حكومه في شغلتين بيريحونا هلا اللي هن اذا صار في حكومه وثقه نعم. بالبلد بدنا شغلتين اوكي وديعه سوري خليجيه لنقولها بالعربي اللي مشبرح ويرجع يفتح نفتح مع ساد ليفوت مصاري ينضخ على البلد لهيدا بالمدى المنظور نعم. منه متوفر طبعا. ماتر بالختام سؤال كثير مهم يعني انا بشتغل وانت بتشتغل واللي عندك بيشتغلوا انت عم تدفع لهم معاشاتهم بيروحوا تقبضوهم من البنك كمان بيقبضوهم مجزئين صح انا محامي مصرف نعم عملت شيكات على مصرفي من مصر من مصرياتي الخاص عملت للمحامين عندي معاشاتهم سوري ما قبضوا راحوا ليقبضون شو قالوا انا ما عندي معاشات سوري اكثر من كذا مليون ليره نعم تخطيت قال انا بمصرياتي تخطيت السقف تبع الجمعه تبعي ما هيدا اللي هو قد ايه قد ايه سقف مثلا حسب كل بنك باللبناني نعم. عم بيعملوا سقف بس نعم. كان 3 مليون ليره ما بدي سقف بهالحاله شو بصير يعني؟ هالحاله؟ كمان بده يتجزأ بده يروح شيل من هون حط من هون سوري يعني ما وصلت القصه هلا انا بدي اطمن المودعين طمنهم وبدي اقول لهم اذا صار في شيء اسمه هير كات نعم لازم الهير كات مش على مصريات المودعين الهير كات لازم المصارف تتحمل جزء كبير من الهير كات مين المصارف اصحابه هلا اللي بدي اقوله اذا رجع تحسن الوضع المصريات مش رايحين بس رح تتاخر لترجع تاخذهم هل اذا مزعجي اذا تحسن الوضع قلنا لك كيف يتحسن الوضع يعني هل اذا يعني هلا مثل ما رايحه الامور يعني اليوم وعينا عم صيبي قال له مصيبة امبارح مصيبة اليوم بتنسيك مصيبة امبارح هلا رح يرجع الصراع بالمنطقة ولحق ماتر انا بدي اشكرك طبعا نحن على طول على تواصل معك لانه انا بهمني من خلال الاستشارات القانونية نقدر ندل الناس على كل ما هو مطلوب للوصول الى خواتيم سعيدة شكرا لك ماشي اذا المحامي شادي راشد عن العلاقة القانونية مع المصارف اللبنانية كان ضيفنا بالقسم الاول فاصل للاعلان وبنرجع نتابع بعدنا معكم ودائما عبر مشاكل وحلو المتابعين مع ضيفنا رئيس تجمع صناعي شويفات وجواره كمال الرفاعي اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بظروف افضل يسعد مساك ونحن تعودنا دائما نطل معكم على تلفزيون لبنان اللي هو تاريخه وعراقه وان شاء الله تكون هالسنه 2020 سنه حل ان شاء الله وحلول لجميع المشاكل خاصة أنت بتقدمها على برنامجك شكرا اللي عم بتوصل دائما الرسالة للمسؤولين وللمواطنين وللوطن نفس الوقت نعم وهذه رسالة يعني وطنية هالبرنامج بيعتبره أنا حلول ومشاكل خلي لي كان أستاذ كمال كنتم امبارح باجتماع بجمعية الصناعيين هذا اللقاء كان لكم أنتم الساعة 6 المساء مع بعض النواب شاركوا أو أنا غلطان صحيح اللي شو هو كان جو الاجتماع كان فضل. اللقاء مميز ضوينا عليه مع الرئيس الدكتور فادي جميل نعم وكان في صناعيين ونواب صناعيين يعني شو كان عنوان اللقاء؟ كان عنوان اللقاء يعني انقاذ الصناعة يا الله انقاذ الصناعة والصناعة بخطر والصناعة بخطر لعدة أمور نعم أولا اللي فاجأ لبنان وفاجأ المواطنين فضل. وفاجأ الصناعيين أنه ما عمرنا نحن شفنا أزمة مرينا عليها بكل الظروف الصعبة من الاجتياع لا كل الأمور اللي مرقت على لبنان صعبة ما مرق أمور صعبة على اللبنانيين وعلى الصناعيين مثل هذه الأمور يعني اللبناني والصناعي للأسف بدي أقول لك إياها اتبهدل اتبهدل قدام البنوك اتبهدل قدام جميع المصاريف وخاصة الصناعة كيف بدك تأمن للصناعة اللي هي عم تشغل 200 ألف عامل على مستوى الجمهورية اللبنانية إذا ما أنت ما بتقدر تأمن لها مواد أولية طب كيف بدك تشتغل اليوم أنت لما بتأمن اليوم مواد أولية للصناعة ما أنت عم تشغل عمال عم تشغل بيوت صح. عم يصير في مردود عم تصدر عم تجيب عملة صعبة للبلد هذا كتير أمر مهم تداولوا هذا الأمر بالأمس بغرفة الصناعة مع النواب وكان في حديث كبير نعم
ولقوا انه في صرخه لازم تكون قويه جدا جدا جدا، هي انتفاضه الصناعه، انتفاضه الصناعيين، وعلى القريب حتكون ان شاء الله. نعم. وهذه قنبله موقوته، لا حدا يفتكر انه هذا امر هين. شو بتعملوا بالعمال اذا سمح الله قفلت هذه المعامل؟ طب اليوم على مصرف لبنان انه يامن لكم يعني اليه لحتى تقدروا من خلالها تامنوا ما يلزم لاستيراد المواد الاوليه اللي حضرتك انت اشرت لها؟ كان في اقتراحات حلوه. نعم. انا اقترحت عليهم يعني اليوم مصرف لبنان تفضل اللي هو الكتله النقديه. نعم. كلها بايده. اولا اليوم مصرف لبنان عامل حبل مشنقه على الصناعه وشنقنا فيه وشنق الامور الاخرى. سلامه قلبكم وقلب الصناعه. هذا للاسف هيك، ولكن حل قصه البنزين، حل قصه الادويه. نعم. بس ولكن ما حل قصه الواردات للصناعيين من اجل موادهم الاوليه. هلا العمله الصعبه الشركات عندها ودائع. نعم. وعندها ودائع مهمه ياخذوا من ودائعهم ويحولوا. ما عم بيصير. ما عم بيصير. بيقول لك في رقم معين. طب كيف؟ وهو هالرقم هذا ما بيساوي 20% من تحويلات الصناعيين. يعني هون تتعطل المصانع وفرص عمل مهدده. مهدده بشكل فظيع. في اقتراح حلو. تفضل. انه نحن يا جماعه المصرف لبنان اذا في عندك اليوم انت اعتماد مبلغه لنفترض ب 100. نعم. البنك حيحط 25% من العمله اللي هو صاحب المصنع او المؤتمن على ماله. نعم. ب 25% من بالدولار. نعم. وبنك المركزي يأمن 75% بالعمله اللبنانيه. نعم. ويعطيك سويفت البنك اللي عم تتعامل معه لبنك المركزي بالتحويلين على 3 أشهر هو يغطي 100%، يغطي لك من اللبناني انت عندك اللي هو 75%. نعم. والصاحب الوديعه 25% حتى تقدر تقوم بعمليه الاستيراد بشكل صحيح دون توقف. طيب هيدي شو بدها؟ هيدي بدها حل من عند مصرف لبنان. نعم. صاحب مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان سعادة الحاكم رياض سلامي لازم يعمل خطوة سريعة لإنقاذ الصناعة. هذا حل. حل تاني البنوك اللي كلها طلعت بأرباحها اللي بتطلع من 8 سنين لورا كلهم عملوا أرباح بالمليارات، يتفضلوا أصحاب البنوك يتحملوا البنك يرجعوا الأموال ويششروا الأمور لهالمستوردين اللي بدهم يستوردوا مواد اوليه ولو لا يعني لا عذرا يعني عذرا منك انت عم تطلبهم يرجعوا. بدنا نكون معقولين، انت عم تطلب منهم يرجعوا الاموال؟ معقول هذول هول اصلا مش اموالهم، هول اموال الموضوعين. نعم. هول اموال الزباين مش اموالهم، هول هم تصرفوا باموالنا بمكان اخر وباموالهم حطوها بامان. لا، المصرف عليه هلا يقوم. نعم. بعمليه اضطراريه حتى يحافظ على سمعه البنوك وسمعه المصارف اللي هي تاج راس لبنان. طيب سمعه لبنان. سيدي قلت لي كان معكم نواب صناعيين امبارح بالاجتماع اللي صار بجمعيه الصناعيين، شو كان اقتراح الساده النواب الصناعيين؟ اولا كان اقتراح حلو انه اللي قلت لك اياه. نعم. حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان يعطي هالبرنامج انه يقدر يحط وديعه 25. هني وعدوا يساعدوا. هلا نحن عندنا لقاء، عم نطلب لقاء عاجل. نعم. مع مصرف لبنان وقلنا تحرك كمان على الارض. يعني شو تحرك على الارض؟ بطريقه معينه هي هيدي حتكون فعلا فعلا حتحز العصا للاقتصاد اللبناني. شو يعني اضراب المعامل؟ يعني شو رأيك أنت؟ أحلى شيء تسكر الصناعة لا سمح الله، لا سمح الله، وتهجر 200 ألف عامل وتقول للوطن صرنا إحنا بأزمة اجتماعية ما حدا بيقدر يتحملها، بفوتوا على كل بيت بعدين. شو هيدي مشكلة كبيرة عظيمة، والبنوك أنا بدي أحملها مسؤوليتها هاي. في بنوك
محترمة عم تقوم وتساعد بقدر الإمكان. شو مطلوب منا؟ حدد لي البنوك. مطلوب منا تقدر تساعد وتوصل الصوت لحاكم مصرف لبنان. وتجيب من مضيعة في الخارج وتسيسر الأمور للناس. طب سيدي الصناعيين، برأيك الحاكم ما عم يسمع، ما معه خبر، ما عنده تقارير بالأجواء المحيطة؟ بلا، الحاكم مصرف لبنان رياض سلامة نعم اليوم عنده زوبعة كبيرة بالوطن، ما قادر يقوم بكل الأمور كما يجب كما هو يريد. نحن عم نحكي معه وغيرنا عم يحكي معه وغيرنا عم يحكي معه. نحن عم نحكي معه كصناعيين. والدكتور فادي جميل حياخد موعد قريبا مع النواب اللي هن أصلا صناعيين وهن أرباب الصناعة، ونحن معهم كتجمع صناعي شويفات وجواروا اللي بنمثل ثلث صناعات لبنان النقدية والعمالية، حتى نقدر نساعده ونقوم بواجبنا الوطني. هذا واجب وطني على كل إنسان. نحن نقدر نتحمل اليوم، ما تأخذني بهالكلمة، ناكل نص رغيف معلش ما حنموت، بس ما سكر معاملنا، ما سكر مصالحنا. يعني صناعتنا الوطنية بخطر اليوم؟ بخطر جدا جدا جدا، خطر كبير إذا لا سمح الله ما أخذت الحل السريع. قديش عندنا مهلة معينة لحتى نقول نحن خلص؟ يعني ما كل نحن اليوم مرق علينا هذه ثورة المواطنين. نعم. وثورة الجوع وثورة ونحن منحب منقول. شو كان تأثير عليكم على الصناعة؟ هذه طبعا لا شك هذه أثرت بشكل فظيع كبير. أولا اليوم المعامل العمال بدهم يصرفوا بدهم يشتغلوا، مرق علينا أعياد. تأثيره كان إيجابي أم سلبي عليكم؟ كان كتير سلبي. كان سلبي. كان سلبي أصلا، حتى لو صناعة لبنانية ما بدك تستورد. هالعامل اليوم اللي غلي عليه 30% من المنتوجات اللي بتستوردها او الصناعيه الموجوده كمان غليت عليه. يعني بتحملون المسؤوليه؟ بحمل المسؤوليه لمين؟ للمصارف وحاكم مصرف لبنان. طب اليوم خلاصه الاجتماع، كان في بيان صدر عنكم امبارح سيرفع الى سعاده الحاكم؟ في برنامج حيرفع لصاحب حاكم مصرف لبنان، والامور هذه حتنحكى معه. نعم. بكل وضوح وبكل صراحة لحتى نقدر نحن نقوم بواجبنا كصناعيين، ما تسكر معاملنا ولا تكسروا إجران الصناعيين بهالأزمة اللي هي مستعصية. طب اليوم يعني الكل بيعرف انه القطاع الصناعي كمان عم بيعاني، في ديون، في مستحقات، يعني عم ينحكى بجدول الديون يعني الصناعيين لحتى يكونوا كمان شوي مرتاحين. شوف، في البنوك بكل معنى الكلمة عم تسيسر الأمور، عم تصنفهم انت للمصاري. في البنوك نعم عم تشد الحبال على عنق الصناعي. نعم. لأنه هو البنك بأزمة. نعم. هو بنك بأزمة. أوكي. مع أنه لازم يكون بنوك كبيرة، مع أنه لازم ما يكون بأزمة، بس مشكلته مدين دينك لبنك للدولة، والدولة اليوم وضعها مثل ما بنعرف بحالة يوصلها. هيدا بده مفروض إذا الله راد لما بتيجي وجد حكومة تاخد بعين الاعتبار الوضع المالي. الوضع المالي نحن منقول اليوم نقدر نصبر، بس ما فيك تصبر طويلا، لأن اليوم عندك منتوجات بدك تصدرها، وفي عنا مشكلة كبيرة كمان اللي هي اليوم إخواننا الصناعيين بالخارج، خاصة مناطق أفريقيا. لبنان اجتهم بحطوا هالمال بالبنوك وبيحولوا لشركاتهم الأوروبية أو الأمريكية في كل أنحاء العالم. نعم. وبصدروا لأفريقيا منتجات المواد الأولية. نعم. يعني عاملين لبنان اجى للصناعيين اللي في الخارج. نعم. كذلك الأمر. نعم. طيب شو هنعمل فيهم؟ عم بسمع كتير حديث، انه هيرفعوا دعوة في الخارج على المصارف اللبنانية. هيدي حسنة؟ هيدي أسوأ شيء نقدر نسمعه. لبنان كان عنوانه شغلتين، الاستقرار والسياحة النقدي طبعا. إذا انضرب المال والسمعة المالية والبنوك شو بعد في عنا؟ طب صديقي بدي أسألك، أنتوا عم تدفعوا للعاملين اليوم أو للعمال عندكم كل المعاشات كاملة، ولا بلشت البعض تعمل حسومات، بلش يقتطع من معاشات يعني العمال بالمصانع؟ بقدر اقول لك في مصانع تفضل
بعدها عم تحترم حالها عم تدفع لهم معاشات كاملة. نعم. بس طبعا باللبناني. وفي مصالح بعض المصانع اللي هي تأثرت شوي عم تدفع لهم تقريبا بتشغلهم يوم اي يوم لا او عم تقتصر الاسبوع لثلاث ايام انتاج او اربعة ايام. وفي مصانع متعثرة. قديش نسبة المتعثرة؟ والله ما حدا بيقدر بيقول لك لانه ما في عنا احصى كامل بس ولكن منا قليلة. في متعثرة لوضع المالي. لان اليوم بدك تحول وتشتري مواد اولية لتصنع. نعم. لتصدر. ما عم يقدر يعطيك البنك. والبنك مفروض هو اللي يسرسر الامور. حتى يقدر عم يضطروا يشتروا من خارج المصرف. وباسعار مختلفة. عم بتزيد كلفيتهم. طب الناس اللي عم بيسمعونا في شيء يعني سيفقد من الاسواق من الصناعة اللبنانية لانه ما له مواد اولية لحتى يتصنع؟ هلا في اشياء معينة بعدنا نحن ما قدرنا نعرفها ولا نعرفها بس ولكن في بعض المواد الاولية هتفقد من السوق. نعم. لان اليوم العميل اللي بتصدر له على تعطيه اعتماد على 90 يوم بينتظرك يوم يومين شهر شهرين وبعدين بدك تضطر يا تصير في شح عندك بالمواد الأولية تضطر تاخد شيء بديل عنه. نعم. أو بدك توقف عنه أو تقول له والله اليوم فيها الايتم ولا ايتم الايتم ما قادر صدر لك إياه وما قادر صنع لك إياه. نعم. وهذا عنوان للصناعة كتير بيأثر عليها كتير كتير صعب وكتير في خجل. نعم. اللبناني ما تعمر ما عمره عمر مصنعه إلا على السمعة الطيبة والاجتهاد والابتكار. نعم. تقول له هلأ ما فيها هالسلعة وهالسلعة وهالسلعة طبعا ما يروح على أسواق خارجية. يعني اليوم نحن الصناعة اللبناني إذا حدل بهالوتيرة هاي. نعم. حيأخذ محلك دولة تانية بتصنع. نعم. وبتقدر تصدر وانت انا اتفرج عليها من ازمة البنوك. طب اليوم استاذ كمال هالموضوع كتير مهم يعني اجتماعكم امبارح كمان مهم جدا مع السادة النواب اللي قلت انه هن من اهل هذا القطاع قطاع الصناعة. اليوم دور وزير الصناعة بحكومة تصريف الاعمال كمان هو داعم لما طلبكم عم بكون الى جانبكم مسهل للطريق قد الوصول لحاكم مصرف لبنان. وزير الصناعة بهالازمة اللي احنا مارقين فيها يعني الحكومة مشلولة. نعم. هيدي امور بدها تاخذ مجلس وزراء. نعم. ومجلس الوزراء ياخذ قرارات فيها سريعه حتى انقاذ الصناعه وانقاذ العمال وانقاذ التصدير. نعم. معالي وزير الصناعه لحاله بيحكي وبقوم وعم يشتغل بس بدك مجلس وزراء ياخذ قرارات سريعه مع حاكم مصرف لبنان. صلح. هيدا الامر كتير مهم وكتير مستعجل لأنه اليوم الصناعة في خطر. نعم. بخلاصة هذه الأطلال المخصصة كانت للقاء الأمس شو بتحب تقول أستاذ كمال للناس اللي هلأ عم بيتابعونا للناس اللي بيقدروا يمدوا يد المساعدة والعون من المعنيين من المسؤولين من أهل هذا القطاع إنجاز التعبير؟ تفضل. أنا بقول لهم للصناعة بعدوا عنا السياسة وهي بتكون بألف خير. ما تسيسوا الصناعة. الصناعة هو رأس مال لكلكم. نعم. لكل الشعب اللبناني بكل فئاته. لما بدأ الصناعة لا سمح الله تسيس يعني على الصناعة السلام. مثل ما هلا عم نوجد السياحة في سلاء. يعني مرق موسم سياحة على لبنان بالأعياد المباركة اللي ما رأيت من السنة الهجرية لسنة الميلادية وينعاد عليكم. يعني قطاع السياحة من السيارات والمطاعم والفنادق لحال يوصل لها. مزبوط. وهيدي كمان بتأثر على الصناعة اللبنانية لأن اليوم السياحة تطلب كتير أشياء. مزبوط. من الصناعة اللبنانية من مأكولات من منظفات من أشياء تغذية من أشياء كذا كل هذا السياحة مرتبطة مع الصناعة الداخلية وكل هذا أزمة تأثرت فيها الصناعة اللبنانية. أنا أسمح لي أشكرك بالختام وأتمنى لك إن شاء الله أيام سعيدة في ظل أوضاع اقتصادية أفضل من هيك. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لتلفزيون لبنان وحلقتكم الكريمة. شكرا سيدي. وإن شاء الله يكون صوتنا سمعوه المسؤولين
وسموا حاكم مصرف لبنان ان شاء الله وينتبه للصناعه بقدر الامكان. شكرا لك اصدقائي. نحن لهون بنوصل لنهايه حلقتنا، بنلتقي معكم دائما باطار مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. الى اللقاء.